مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. دائما ما نتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياته، وبما ان هذا برنامج تواصل فدايما بنحاول ان احنا نتواصل معكم في مواضيع مختلفه. من اهم هذه المواضيع طبعا بنجيب لكم اهم الاخبار الشائعات اللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بنبحث في هذه الشائعه وبنجيب لكم حقيقه هذا الخبر، بالاضافه لاهم المواضيع المنتشره والاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي او ما تعرف بترند. خلينا اقول لكم معانا ايه النهارده في الترند. هنتكلم عن حمدي فتحي يتصدر تويتر عقب إحرازه هدف الفراعنة أمام بتسوانا. أما بالنسبة للشائعة فهنتحدث عن شائعة ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة بتستورد تقاوي قمح مسرطنة. أما بالنسبة لموضوعنا الرئيسي فهنتحدث عن الجمارك والمنافذ وكيفية السيطرة عليها، وأيضا أهمية هذه السيطرة للحفاظ على الاقتصاد المصري. خلونا نبدأ معاكم بالشائعة اللي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي الآن، حيث قالت بعض المواقع أن وزارة الزراعة بتستورد أو الحكومة بتستورد تقاوي قمح مسرطنة. وحقيقة هذا الموضوع بالتواصل مع وزارة الزراعة، وزارة الزراعة بتقول هذا الموضوع غير صحيح تماما، وتوضح أن مصر لا تستورد تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح هي أصلا تقاوي أقماح أصلا، وجميع تقاوي القمح من إنتاج مصري خالص 100% ومطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة. طبعا هذه الشائعة طبعا من الهدف منها هو بلبلة الرأي العام. وخلونا نستزيد من هذا الموضوع ونتحدث في يعني شكل ما مع دكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. دكتور علاء تحياتي. مشاهدينا اهلا بحضرتك. دكتور علاء، في البداية يعني هل هناك تقاوي مسرطنة وتقاوي غير مسرطنة؟ يا فندم هذا الكلام عاري تماما عن الصح. لا انا ما بسالش احنا بنستورد ولا ما بنستوردش، انا بسال سؤال علمي. يعني هل في حاجه في الدنيا اسمها تقاوي مسرطنه وتقاوي غير مسرطنه؟ ما فيش حاجه اسمها تقاوي مسرطنه وتقاوي غير مسرطنه ابدا. تمام. طيب حضرتك، احنا كمان احنا بننتج اولا القمح محصول ذات التلقيح، يمكن للمزارع ان يستخدم التقاوي من عنده. تمام يعني صحيح، يعني بعد ما بيحصد البذور دي ممكن يرشها تاني في الارض فتطلع قمح تاني. بالظبط، بعد بينقي جزء من المحصول او بينقي مكان مساحه معينه وبياخدها يستخدمها كتقاوي، فاحنا بنستهدف تخطيط 40 ل 50% من التقاوي المعتمده. يعني احنا كل سنه تقريبا ما بنوزعش 40 50% من التقاوي اللي عندنا. دايما يا دكتور بيبقى في تحذيرات انتشرت بره وانتشرت في الداخل، بيقول ان هذه المواد او هذا المنتج الزراعي غير معدل وراثيا. يعني ايه غير معدل وراثيا عشان برضو الناس تفهم؟ حضرتك، هو في بعض المحاصيل في بعض الدول الغير اوروبيه، طبعا الاتحاد الاوروبي رافض تماما استخدام التقاوي المعدله وراثيا. هو حضرتك في بعض المحاصيل مثل الذره بيتم ادخال جين البي تي جين، الجين المسؤول عن الاصابه او مقاومه الاصابه بالحشرات. نعم، وده هي دي هو التعديل الوراثي، بيتم ادخال هذا الجين على موقع معين في الكروموسوم لل تمام. يعني قصدك بشكل صناعي؟ ايوه، يعني تدخل بشري فيها. تدخل بيعمل بيدخل جين بالجين بام، بيدخل جين للمقاومه الحشريه. تمام. وهذا لكن في مصر احنا بنعمل تحسين للسلالات عن طريق الانتخاب الطبيعي زي ما بيقولوا. تمام يا فندم حضرتك، احنا حصلت مره وحيده في مصر زمان في الذره، كان في صنف اسمه عجيب واي جي، وكان هذا الصنف أسهل الهجين دخل مصر ومنع تماما. يعني حتى حضرتك ما فيش، ما حصلتش، واحنا في مصر غير مسموح باستخدام التقاوي او الاصناف المعدله وراثيا،
وحضرتك مصر آمنة تماما، لا سرطانات ولا وحضرتك التهاوي، احنا في بعد بحوث المعاصيل بننتج اكثر من 100% من التقاوي المستخدمه في الزراعة احنا والشركات القطاع الخاص، يعني كلها انتاج مصري، يعني احنا بنصدر تقاوي للخارج. نعم. احنا ما بنستوردش تقاوي للمحاصيل الحقيقيه. نعم. يا فندم، فالناس تتغذى غذاء امن، مفيش مشكله خالص. وصلت الصوره. انا بشكرك دكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه، على هذا التوضيح. ودي كانت حقيقه ما الشائعه التي تم تداولها حول استيراد الحكومه تقاوي قمح مسرطنه، وحقيقة هذا الموضوع أن مصر لا تستورد أي تقاوي أقماح، وأن تقاوي الأقماح إنتاج مصري خالص 100%. خلونا نروح للترند أو أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. هروح لزميلتي حنان عاطف معاها هذا الترند، ونعرف منها إيه آخر أخبار حمدي فتحي. مساء الخير يا حنان، إزاي؟ مساء الخير حسام، ومساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، سكايب، وإنستغرام، عبر همزة وصل إي جي. تحديدا مشاهدينا موقع تويتر تصدر فيه هاشتاج حمدي فتحي، هو لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي، بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد واللي أقيمت بالأمس بين منتخب مصر وبوتسوانا. دي الحقيقة كانت مباراة ودية أقيمت على استاد برج العرب، لكنها تعتبر المشاركة الدولية الأولى لحمدي فتحي. بذكر حضراتكم أيضا أن حمدي فتحي هو من مواليد يناير 94، لكنه انتقل للعب في النادي الأهلي أيضا في يناير، ولكن في 2019 لمدة 4.5 سنوات. حمدي فتحي بدأ بداياته في اللعب في ناشئي دمنهور، بعدها انتقل لعدة أندية أخرى حتى وصل للعب في النادي الأهلي. خلوني على طول أبدأ مع حضراتكم في استعراض أبرز ما قيل عن حمدي فتحي عبر موقع تويتر. على طول هنروح للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بيقول مشاركة أولى، هدف المباراة، هاشتاج حمدي فتحي، وده طبعا صورة حمدي فتحي أثناء إحرازه الهدف. أيمن طاهر بيقول حتى في أول ماتش دولي ليك بتتألق وبتسجل أول أهدافك مع المنتخب وما عندكش رهبة ولا توتر، أنا خايف عليك يا ابني والله الفترة اللي جاية، ربنا يحميك ويحفظك يا حمدي، قولوا ما شاء الله، هاشتاج حمدي فتحي. طيب حمدي فتحي القطعة المفقودة طوال السنوات الماضية واللي بدورها المحوري بتستطيع تشغيل تروس ماكينة الأهلي وبالتالي ماكينة المنتخب اللاعب المحوري، كما ينص الكتاب قوة الاحتكاك ودقة التمرير وشراسة الجزء الهجومي، توجيه رائع لضربات الرأس، نص ملعب النادي الأهلي في أمان طول 10 سنين الجاية بإذن الله. يعني مشاهدينا كمان خلونا ننتقل لأحمد سلامة، بيقول عن حمدي فتحي اللاعب الديفندر ما بقاش دوره بيقطع الكورة وخلاص، لازم يزيد في الهجمات وكمان يزيد من الكرات الثابتة، وبيلعب بدماغه كويس وبيسجل كمان، وده اللي بيعمله حمدي فتحي. إذن حمدي فتحي هو أفضل لاعب وسط في مصر بلا منازع. كمان معانا أحمد أسامة بيقول إيفان راكيتش مصر حمدي فتحي، طبعا ده تشبيه قوي جدا. خلينا كمان نشوف أبرز ما قيل. حسن بيقول حمدي باشا فتحي، تحيا مصر، هاشتاج حمدي فتحي. طبعا لاعب مصري مشرف جدا لكل المصريين، حمدي فتحي خط الوسط كما يجب أن يكون. يعني حمدي فتحي ده لعيب من ريحة شوقي وحسني عبد ربه، حاجة كده مفتقدينها من 10 سنين. طبعا أيقونة زي ما تابعنا في المباراة بالأمس بين منتخب مصر وبوتسوانا، كان بيظهر بشكل كبير جدا. حسن أو أحمد حسن بيقول هاشتاج حمدي فتحي، هيعدي أي حد في الحتة دي وبكرة تشوفه. طبعا إشادات كتير جدا مشاهدينا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر. طبعا أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظر حضراتكم على مدار الحلقة عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي، لكن خلونا ننتقل من جديد لزميلي حسام لبدء النقاش حول موضوع الحلقة مع المختصين وأيضا المحللين عبر الاتصالات الهاتفية. إليك حسام. بشكرك يا حنان، وطبعا بشكر
يعني مجموعة من الشباب والتشجيع لحمدي فتحي، ونتمنى أن يعني مزيد من التوفيق للمنتخب المصري ولكل لعيبة المنتخب المصري. هننتقل لموضوعنا الرئيسي النهاردة، وهنتحدث عن المنافذ والجمارك. طبعا المنافذ والجمارك من أهم النقاط اللي بيبقى فيها حواليها مشاكل كتيرة، خاصة أن ديت بتدخل حاجات كتيرة. يعني قبل عدة أيام تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقرير بيقول إن من السيد كمال نجب رئيس مصلحة الجمارك حول الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منافذ الجمركية بالإضافة لتشديد الرقابة بما يسهم في منع أي محاولات التهريب، مشيرا إن تم إحباط 5188 عملية تهريب خلال الفترة من أول يوليو لنهاية أغسطس. إحنا بنتكلم في شهرين بس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 1,419,000,000 جنيه. إحنا بنتكلم على تهريب في شهرين بس. أهم البضائع اللي كانت مهربة، خلونا نسمع: مواد مخدرة، منشطات، خمور، أجهزة تنصت، كاميرات المراقبة، مهمات عسكرية، أجهزة محمول، ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل وغيرها. ولازم نهتم بالأربع حاجات أو الخمس حاجات دول، وإضافة طبعا للنقد الأجنبي، مشغولات الذهبية والأحجار الكريمة. طبعا عمليات التهريب الأساس منها هو الكسب غير المشروع. أنا بهرب حاجات من غير ما أدفع الجمارك عليها، ممكن تكون حاجات خاصة بقى بنتكلم بقى إذا كان فيها أجهزة تنصت أو مهمات عسكرية، دي ممكن تستخدم في الإرهاب. الحاجات التانية زي الملابس الجاهزة، زي المشغولات، زي الأحجار الكريمة، الأدوية، المكملات الغذائية، دي ممكن التلاعب فيها طبعا والضر. يعني إحنا بنتكلم على حاجة بتضرب الاقتصاد المصري، بتضرب الصناعة المصرية، خاصة في الأدوية، في الملابس الجاهزة، وفي النقد الأجنبي، مستحضرات التجميل، الحاجات اللي بيتم تصنيعها والحاجات اللي بتأثر على الاقتصاد. موضوع حلقة النهاردة هنتكلم على هذا الموضوع، وسؤال حلقة النهاردة هو كالتالي: كيف تسهم الرقابة على المنافذ وإحباط محاولات التهريب في الحفاظ على الصناعة المحلية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآراءكم ومقترحاتكم المختلفة عبر همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. للتهريب انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، حيث تتعارض أنشطة التهريب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ويتأثر الاقتصاد المصري جراء التهريب بصفة كبيرة بالنسبة للموارد المالية للدولة، حيث يشكل عائقا أمام السياسة المالية، كما يعد أحد العوامل المغذية للاقتصاد غير الرسمي. نشاطات التهريب تؤدي إلى عدم دفع الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى الخلل في الميزان التجاري، ما يؤدي إلى نقص السيولة ونقص الاستثمارات، مما يؤدي بدوره إلى فشل سياسات وبرامج التطوير والتنمية الوطنية. ويشكل التهريب سوق صرف موازية، مؤثرا بذلك على عملة الدولة، فضلا عن التأثير على الأسعار في السوق. ويؤثر التهريب كذلك على الكتلة النقدية من خلال الحركة غير المشروعة لرؤوس الأموال التي تصاحبه، حيث إن الاستيراد عن طريق التهريب يؤدي إلى توجيه العملة الأجنبية المتوفرة نحو الخارج، مما يحدث حالات من التضخم الاقتصادي. وللتهريب آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر بالسلب على التجارة الخارجية وعلى المنتج الوطني الذي تسعى الدولة إلى تطويره وحمايته. طبعا تابعنا هذا التقرير وضعنا في جزء من موضوع حلقة النهاردة، وقبل ما نروح للتحليل ونسمع آراء المختصين عبر مواقع عبر التليفونات والسكايب وغيره، خلونا نروح أسمع الأول آراءكم ومقترحاتكم اللي وردت لينا عبر صفحة القناة همزة وصل إي جي خاصة على الفيسبوك. عشان كده هضطر أرجع تاني لحنان وهتابعك معايا حنان المرة دي. إزيك يا حنان؟ عايزين نسمع إيه التعليقات اللي جت عبر فيسبوك وهمزة وصل إي جي على الموضوع ده. بالطبع حسام، هو عدد كبير جدا من المشاركات، خليني أتابعها معاك ومع مشاهدينا الكرام. عدد كبير من وجهات نظركم وآراءكم وكمان أفكاركم المختلفة حول سؤال حلقتنا النهاردة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك للتواصل عبر همزة وصل إي جي. خلونا على طول نروح لأول مشاركة معانا وأول تعليق ورأي في سؤال حلقتنا النهاردة
طبعا هيظهر حالا على الشاشة أستاذ علاء عيسى بيقول لنا في رسالته الرقابة على المنافذ تحافظ على الصناعة المحلية وكمان على صحة المواطن. في دور الرقابة لازم يكون مهم جدا على المنافذ من تسلل البضائع الفاسدة للسوق المحلي. طيب معنا رأي كمان مشاهدينا من دكتور عبد الراضي حجازي هو صديقنا الدائم في همزة وصل بيقول لنا تسهم الرقابة على المنافذ وإحباط محاولات التهريب في أنها تحافظ على الصناعة المحلية. لابد من وجود المحاور الآتية أيضا، أول حاجة تحفيز الصناعة المحلية وفتح أسواق بالمعارض كل 6 شهور على الأقل، أما تاني حاجة لازم نشجع المنتج والحرف والصناعات الصغيرة، ثالث حاجة تشجيع الأسر على الصناعات والإنتاج، أما رابع حاجة مشاهدينا هي إتاحة الفرص للتصدير وكمان وجود معارض دولية في الأسواق العربية وكمان الإفريقية. خلونا نروح للسيد سعيد يمكن عنده وجهة نظر في سؤال حلقتنا بيقول نعم تعد استمرار مشكلة التهريب وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية وتسليط الضوء على صناع الأزمة من نقص الأيدي العاملة والمدربة وغياب الغاز اللازم للمصانع وعدم توافر الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وغول التهريب بيتسبب في خسائر تتجاوز عشرات المليارات كل سنة. بنطالب الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة التهريب واللي أصبح يهدد الصناعة بشكل عام والانهيار لأنه عمليات الاستيراد بتتم عبر فرض رسوم وضريبات المبيعات ستجعل المنتج المصري الأقل تنافس من ناحية السعر وكمان مشاهدينا من ناحية الجودة. وده كان رأي أستاذ السيد. بالطبع أنا هنا أنتظر مزيد من التعليقات والمشاركات مشاهدينا. خلوني أرجع من جديد لزميلي حسام لاستكمال النقاش. إليك من جديد. بشكرك يا حنان وطبعا بشكر كل من شارك معنا بالتعليق. خلينا نبدأ مجموعة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي. معي الأستاذ محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجمارك، ومعي أيضا دكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء. أبدأ بالأستاذ محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجمارك. أستاذ محمد تحياتي. تحياتي لحضرتك والصديق. اهلا بحضرتك والكل. لازم اسالك سؤال مباشر في البدايه، الناس بتقول يعني هي الجمارك موجوده ليه؟ هو الناس انا راجل سافرت بره عايز اشتري دواء، عايز اشتري مواد تجميل، عايز اشتري حاجه خاصه بيا، جهاز ممكن ما يكونش في مصر فواجيبه، ايه اللي دخل الجمارك ان هي تجمركني او ان هي تاخد مني؟ لازم الناس تفهم اهميه الجمارك في البدايه. طيب بداية حضرتك يعني السادة اللي تفضلوا بالتعليق غطوا اغلب طبعا النقاط اللي المفروض ان احنا كنا نرد عليها لكن بعض الايضاح. حضرتك بتتكلم النهارده اولا على جهة هي جهة تحصيل سيادي للدولة بيخش ضمن ايرادات الدولة والضرايب يعني هي او الجمارك نوع من انواع الضرايب اصلا. نعم. فده بداية، لكن طبعا ده حق الدولة والمفروض ان في العالم كله ده مش اختراع مصري، ده موجود في الدنيا كلها. صحيح. طبقا لآليات محددة لكل دولة حسب يعني طبيعة النشاط وحماية أيضا لاقتصادها القومي. لا وفي بروتوكولات دولية للجمارك، يعني مش الجمارك مش مساهمة لكل دولة، إن هي دلوقتي خاصة بعد التجارة منظمة التجارة العالمية، كل دولة بتوقع على منظمة التجارة العالمية في شروط معينة للجمارك تجمرك إيه وما تجمركش إيه. بالفعل حضرتك احنا اتفاقات دولية والمفروض إن مصر ملتزمة، لكن زي ما حضرتك اشرت هناك اتفاقات قايمة بتبقى ثنائية بيننا وبين بعض الدول بتبقى يعني قدر من الإعفاء بيكون تبادلي، يعني الدولة بتفرض الجمارك بسعر صفر في وارداتها من مصر واحنا ايضا بنبادلها نفس الميزة يعني. والكوميسا طبعا من اشهر هذه الاتفاقات يعني. بالظبط. تمام. الكوميسا. تمام. طيب اسمح لي اسالك، هل عندنا مشكله في احكام الرقابه على الجمارك؟ بس لما انا الاقي عندي حصيله التهرب الجمركي في خلال شهرين 7 و8 مليار و419 مليون، يبقى معناها ان الجمارك حضرتك شايفها شغاله تمام، ولا احنا عندنا مشكله، ولا المشكله في المسافرين؟ لا الحقيقه يعني الجمارك بتكون بدورها الوظيفي على الوجه، لان حضرتك كما تعلم مصر بلد مترامية الاطراف وفي طبعا بضائع بيتم تفريغها حتى في عرض البحر وبيتم تقلها السوق حتى دون المرور على النقاط الجمركيه. نعم. وايضا هناك يعني
المهرب يبتكر اساليب في كل مرحله، منها طبعا صناعة فواتير معينه او تغيير الوصف للبضائع نفسها حتى يتمتع طبعا بضرائب اعفاء او غيره. نعم بالضبط. نعم. فقرض حضرتك احنا المفروض وزاره الماليه والسيد الوزير النهارده يعني اولى هذا الامر اهتمام، وتم اعداد قانون جديد للجمارك ومحطوط الان في مجلس النواب النهارده، حتى يعني الرقابه تمتد لخارج النقاط الجمركيه ايضا. نعم. اول مره بيطبق عشان كامل السيطره على التهريب الممنهج اللي بيتم من تمام خارج. طيب اسمح لي ان تبقى معي يا استاذ محمد وانتقل لدكتور اسامه رستم نائب رئيس غرفه صناعه الدواء. دكتور اسامه تحياتي. اهلا يا فندم بيك وحضرتك وبصديقك. اهلا بحضرتك دكتور اسامه. من الحاجات اللي كانت متهربه منشطات مواد مخدره، طبعا ممكن تكون ادويه او غير ادويه طبعا عشان برضو مش لازم نظلم الناس، يعني في مواد هي داخله في جدول المخدرات لكن هي في الحقيقه ادويه، والادويه والكوزموتكس او اللي هي الادوات التجميليه، حاجات كتيره زي كده. تمام. يعني برضو ممكن حد يسال، ما انا في دواء مش موجود في مصر انا هشتريه من بره. هل تمام. قصة الجمارك فكرة ان انا مجرد بحصل فلوس على منتجات جاية من برة ولا ليها وجه تاني؟ لا بص حضرتك، بالنسبة للأدوية قصة تختلف تماما. اولا التهريب ليه الجانب الاقتصادي اللي هو غطاه الدكتور محمد البهي والسادة، هكلمك انا على تأثيره على حضرتك وعليا على صناعة وعلى صحة وعلى غيره. من الناحية التانية الأدوية اللي بتصنع في مصر أو بتستورد بمعرفة الجهات الرسمية، يعني داخلة عن طريق منافذ حكومية، دي بيحصل لها تحليلات وبيتم التأكد أنها صالحة للاستخدام الآدمي. نعم. وأنها فعالة وأنها سليمة. وتاريخ صلاحيتها سليم وعبوتها سليمة. وإذا اتضح أن في أي مشكلة بعد كده بيتم استدعاء وبيتم توجيه انذار وكذا، يعني الدنيا لها يعني ده الجزء الاول ان انا بحافظ على صحه المواطن. تمام. طيب النهارده حضرتك الادويه اللي هي نتيجه النقص اللي حصل، فاصبح عندنا في نوع من التهريب بحجه ان المريض محتاج واحنا لازم يعني نوفره له فنهربه. ما انا ما اضمنش حضرتك التهريب ده اتعمل فين، الدواء ده جاي منين، اتنقل في انه درجات حراره. لكن انا متاكد ان وزاره الصحه المصريه خدت كل اجراءاتها عشان تفرج عن الشحنه. تمام. الشحنات المستورده أو بشكل رسمي وزاره الصحه بتشرف عليها اشراف كامل، لكن اللي جاي متهرب بقى احنا مش عارفين، ممكن يكون معمول تحت تحت بير السلم زي ما بنقول يعني. ممكن يكون تحت بير السلم. وممكن يكون لا ما هو جاي من بره ولا حاجه، معمول في مصر هنا تحت بير السلم ويتحط عليه من هو جاي دواء مستورد، وانت عارف الشعب المصري المستورد فقد يلجا الى هذا، وطبعا اللي بيبيع بياخد فيه نسبه ربح اكتر. فبرضه هو ليه يعني الحكايه كلها حضرتك منظومه لابد انها، لان فيها اطراف كثيره، فيها قضاء، فيها وكلاء نيابه، فيها منافذ جمركيه. كان في مؤتمر من فتره كده عملته السفاره الامريكيه، وكانت استطاعت انها تجيب جميع الناس اللي هم لهم دور في عمليه التهريب عموما. تمام. واتعمل، لكن للاسف هي المتابعه احنا مشكلتنا دايما في المتابعه، احنا نعمل المؤتمر ونناقش، لكن ما نيجي نحط الحلول بنستعجل في الحلول، الناس بتكون تعبت، بالتالي كمان ما فيش متابعه، فتيجي بعد سنتين ثلاثه تلاقي نفسنا بنناقش نفس المواضيع تاني. انا ارجو طب خلينا اكون صريح معاك، يعني احنا في فتره بعد 25 يناير فتره الانفلات الامني المنافس دخلها وباء كبير جدا، الترامادول المستورد اللي احنا برضو مش عارفين هو جاي منين ولا هو فعلا دواء ولا مواد تانية، والمواد التانية المخلقة اللي عملت الزومبي واللي عملت يعني حضرتك عارفها اكتر مني. يعني ده وباء دخلنا عن طريق الجمارك، انت شايف ان احكام الجمارك في الوقت ده اللي احنا فيه، طبعا يعني لما انا الاقي في خلال شهرين 1,419,000 حاجات كانت متهربة اتمسكت، يبقى اكيد الجمارك صحية، يبقى اهمية الجمارك هنا في الحفاظ على صحة المواطن. صح. وكمان الاجهزة الرقابية اللي هي تبع وزارة الصحة اللي هي بتنزل تفتش على الصيدليات، لان ده دورها ايه؟ يعني الجمارك بتمنع المنبع. تمام. طب اللي عدى من المنبع هينتهي فين؟ هينتهي في الصيدليات. تمام. طب وزاره الصحه مشكوره عندها تيم كبير جدا من التفتيش الصحي
بينزلوا يفتشوا على الصيدليات ويزكوا اي دواء غير مسجل في الوزاره تمام للتحفظ عليه ومعاقبه. لكن احنا حضرتك عايزين ايه؟ عايزين تغيير قانون مزاوله مهنه الصيدله، لان العقوبات اللي فيه القانون ده يعود لسنه 1955. انا عارف قصه موضوع الصيدله ده وان انتم عايزين تعملوا الدي اي، وانا عارف القصه دي لان اشتغلت عليها كذا مره، لان ده برضو ده حقكم برضو. مش بس كده، قانون مزاوله المهنه يعود الى سنه 1955. نعم. يعني العقوبات اللي فيه اصبحت لا تناسب العصر اللي احنا فيه. لما حد يبقى عنده غش دوائي يقول لك انا هدفع 5 جنيه او 10 جنيه، مبلغ ما طبعا ولا حتى 5000 جنيه طبعا. لا يشجع، نعم. يشجع على الغش. طيب أرجوك ابقى معي دكتور أسامة، وأعود للأستاذ محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجمارك. دكتور أستاذ محمد، فكرة الجمارك، في ناس بتقول إن الجمارك المصرية ليست على أعلى مستوى، يعني أنا شخصيا من بورسعيد وطبعا عارف قصة الجمارك دي كويس. كان في أجهزة حديثة جدا، أنا اتفرجت على فيلم وثائقي عن ميناء لاس فيغاس مثلا، تشوف الـ طبعا ده من اكبر الموانئ على مستوى العالم. فاحنا ازاي نطور، هم بداوا فعلا في التطوير، بس ازاي نطور اكتر عشان زي ما المجرم او المهرب زي ما حضرتك قلت بيتطور من وسائله، لازم احنا نكون سباقين وسابقينه. زي ما حضرتك ذكرت، هو طبعا في الاول كان في تعامل عقيم بيتم في سنوات سابقه اللي هو كان بيعامل الواردات بالوزن، يعني ما يعرفش حتى داخل، زي ما الدكتور اسامه اشار، ان زي ما قلت لحضرتك برضه في بدايه كلامي، ان ممكن تغيير الوصف نفسه، ان تاتي مثلا شحنه او كونتينر مدون عليه اسم سلعه معينه ويكون تمام، لكن من جواه حاجات تانية. فالنهارده الكشف بالاشعه اعتقد النهارده اتعمم على المنافذ الجمركيه وهو مفعل الان، يعني بقى الكشف بيتم فعلا بشكل قوي جدا على الواردات، وبيان اولا النوع والوزن، يعني مطابقته على الوارد من الخارج وبالعكس ايضا، يعني ما بقاش فكره الوزن فقط اللي بيعتمد كمرجع للشحنه نفسها. بس من جهه ثانيه يا استاذ محمد، الناس بتشتكي، المستوردين العاديين بيشتكوا من قصه ان في بطء شديد في الافراج على بضايعهم، يعني مثلا لما بنيجي ميناء زي سنغافوره هناك الموضوع بيتعدي بالساعات، ما بيتعدش بالايام، احنا بنعد بالايام، في ناس بتوصل للشهر عبال ما تفرج، مستني الموظف الفلاني، مستني الكشاف الفلاني والكلام ده كله. برضو فكره ادخال الديجيتاليزيشن او الرقمنه في الجمارك اهميتها. لا حضرتك، ده الوضع حضرتك، انت عارف ده توجه اصلا من توجه الدولة. نعم. بالظبط. وبعدين النهارده الدولة كلها بتعمل في مجال الجمارك والضرايب بفكرة الاوتوميشن او الافراج، هيتم حتى في التو واللحظة حين وصول الجمارك. هناك طبعا منظومة بتتعمل النهارده عشان سرعة الافراج، لان زي ما حضرتك اشرت وده حقيقي، كان طول الوقت طبعا بيتسبب في تكلفة عالية جدا على المستوردين من ارضيات وخدمات، على حتى الكونتينر هو بيسدد غرامه بالدولار بتاخدها جهه اخرى طبعا. نعم. الوضع ان شاء الله في الايام القادمه هيتم ان شاء الله، واحنا طبعا متابعين معاكم هذا الوضع، لان ده الجمارك موضوع مهم جدا. انا بشكرك استاذ محمد البهي، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات وغرفه الجمارك باداره اتحاد الصناعات. اعود لدكتور اسامه رستم. دكتور اسامه، فكره احكام الرقابه على المنتجات الداخلية المستوردة دي بتعود للجمارك ولا محتاجة تتوصل بشكل تاني بنظام ديجيتال برضو عشان الموضوع يبقى متطور أكتر؟ طب شوف حضرتك، كل ما احنا نيسر، مش نتساهل، نحن نيسر ونسرع في عملية الإفراجات الجمركية تمام، ده بيمنع إلى حد كبير وبيديش فرصة للناس إنه ما يستغلوا الموقف. ونبدا نتكلم على الادويه، انت عارف حضرتك دلوقتي احنا لاول مره في سوق الدواء بنتكلم على سوق سوداء. يعني دواء بيتباع ب 10 جنيه رسمي مسعر، الاقيه بيتباع في يعني الصيدليات بتخفيه وتبيعه على جنب بقى 300 جنيه و 400 جنيه. فالمواطن هو هنا فكل ما احنا نقدر ان احنا نسرع الافراج الجمركي ولا نتساهل لكن نسرع في الاجراءات، يبقى نضمن ان الشحنات الدوائيه جايه ونبقى في تقدير لاستهلاك الدواء استهلاك جيد علشان نقدر ننظم الشحنات الاستيراديه، سواء بالنسبه لدواء معمول في الخارج او المواد الخام عندنا، لان احنا كل حاجتنا
الدول المواد الخام فعلا مستوردة كلها. نعم طبعا الاستيراد فمحتاجة قدرة كويسة جدا على التنبؤ بالأزمات عشان نقدر إيه نوفر الدولة. الدولة ما يتوفر هنخلص بقى من التهريب والسوق السوداء وغيره. مش حد هيعرف يعكس. نعم نعم أنا بشكرك دكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء على هذه المشاركة. خلونا ننتقل لمجموعة من آراء المواطنين في الشارع اللي دايما بنهتم بآرائهم في همزة وصل علشان نسمع تعليقاتهم على موضوع الحلقة. خلونا نستمع إليهم. يعني الحاجات اللي بتبقى متهربة من الجمارك ديت ما هي حاجة بتضر البلد، حاجات اللي بتبقى زيادة في البلد لازم نحافظ عليها ويبقى في رقابة. لا أهم حاجة الرقابة، يعني دي أهم حاجة الرقابة. أنا الحاجة اللي دخلت دي أنا مش عارفني سليمة ولا مش سليمة، صحية ولا مش صحية، الحاجة دي فيها خطر ولا ما فيهاش خطر. ما هو المفروض الرقابة، الرقابة على الجمرك كمادة فلوس وكشف صحي بالنسبه لو منتجات مثلا فاكهه زراعه اي شيء، ما لازم الحاجات دي تتراجع. احنا عايزين رقابه على كل ده لان احنا اللي بنعاني من اغلاء الاسعار، واحنا اللي بنعاني من كل السلع الفاسده والحاجات البايظه لاولادنا، كل ده احنا اللي بنعاني منه. الرقابه دي اولا لازم تكون ذاتيه، دي نمره واحد. نمره اتنين عشان نمنع التهريب نقلل برضه حاجه بسيطه من الجمارك. احنا لما اقلل الجمارك المنتج المصري بتاعي هيبدا يخش في منافسه، والاصلح دايما بيدور عليه المواطن. اي رقابه كويس اللي احنا بنراقب السوق وبنراقب المنتجات كويسه ولا لا، مش اي حاجه تجيلنا من بره هتبقى كويسه. دي كانت مجموعة من تعليقات المواطنين في الشارع على موضوع الحلقة، ومنها انتقل لتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وارجع مرة تانية لزميلتي حنان عطف. تفضلي حنان. بالفعل حسام التعليقات ما زالت تنهال علينا، هتابعها معاك وكمان مع مشاهدينا الكرام. تعليقات حضراتكم الجديدة هنتابعها دلوقتي على طول على الهواء مباشرة. نروح لأستاذ محمود الضوي بيشاركنا برأيه، بيقول أكيد تسهم الرقابة على المنافذ وإحباط المحاولات من تهريب في أنها تحافظ بالفعل على الصناعة الوطنية. نعم قرار ممتاز، محاكاة الدول المتقدمة للتفتيش من التهريب على السلع والمنتجات أو أجهزة مخدرات أو حتى أسلحة أو ممنوعات أخرى، حماية ربوع البلاد من الخطر والشر. طيب خلينا معاكم نروح لأم عمر الشيخ زي ما بتسمي نفسها، بتقول تساهم الرقابة على المنافس في عدم تهريب أي شيء داخل البلاد يضرها ويؤثر على الصناعة المحلية، وبكده تكون الفرصة أفضل ومتاحة للمنتج المحلي. من جديد مشاهدينا هنروح لعلاء عيسى يمكن بيستكمل رأيه وجهة نظره، بيقول الرقابة على المنافس بتحافظ على الصناعة المحلية وكمان على صحة المواطن، ودور الرقابة مهم جدا على المنافس من تسلل البضائع الفاسدة للسوق المحلي. معانا كمان تعليق مشاهدينا من محمد شاكر بيقول فيه ارى ان الرقابة على المسؤولين في المنافس هي من تقضي على صور التهريب، ولو اتكلمنا انها بتأثر على الصناعة المحلية فهي واردات مهربة من جمارك من خلال الفساد الإداري. يمكن مشاهدينا دي كانت بعض الآراء المختلفة لحضراتكم، وجهات نظركم المختلفة. خلونا نناقش هذه الآراء مشاهدينا مع المختصين والمحللين من جديد، وزميلي حسام إليك يا حسام. شكرا يا حنان، وشكرا لكل من شارك معنا بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. واضح أن الموضوع مهم وأنتم بتشاركونا بكثرة. خلونا نحلل هذا الموضوع أكثر مع أحد ضيوفي عبر الهاتف. سيكون معي الآن دكتور فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور فؤاد. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور فؤاد. لو احنا اتكلمنا على التنمية الاقتصادية، فكرة التهريب بتأثر ايه على الصناعة الوطنية؟ انا لسه مش عايز ادخل بقى في قصة الادوات اللي احنا سمعنا عنها، مواد منشطة ومواد مخدرة ومهمات عسكرية واجهزة تنصت. خلينا نتكلم بس على الاقتصاد العام. ادوات الحاجات زي الملابس زي الادوية بتأثر على ايه على الاقتصاد؟ والله انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، هي الحكومة بقى لها فترة مهتمية بمحاربة الفساد. نعم. كل اجهزة، فده نوع من أنواع الفساد، سواء إنك تمرر سلعة ماهيش معتمدة أو معهاش شهادة اعتماد من المصنع اللي هي منتجة منه في الخارج، لأن في زي ما في عندنا هنا في مصر مصانع تحت السلم، الصين مليانة مصانع تحت السلم،
بينتجوا منتجات مخالفة كتيرة جدا في المواصفات، نعم، وبتصنع من مخلفات لا يجوز انك تستخدمها في صناعة مثلا حاجة تتناول فيها أطعمة او أشربة، نعم. وبالتالي فإن محاربة الفساد ده دور كبير جدا، هيساعد جدا على التهريب. اما علاقة التهريب او أهمية محاربة التهريب في حماية الاقتصاد الصناعة المصرية، ده مهمة جدا جدا جدا، وبالذات بالمنافس. المنافس عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال إنك هتمنع التهريب 100%. لازم هيبقى فيه تهريب، ولكن إزاي تقلل من التهريب؟ تقليل التهريب من خلال أولا تدريب الموظفين بكوادر معينة، واختيار مش كل موظف يشتغل في المنافس، ومش كل أيضا موظف ياخد دورة تدريبية ترفع من شأنه. وإحنا لسه يمكن هنناقش كمان أسبوع ثلاثة موضوع الحوكمة والشفافية، تمام. الحاجات دي كلها لازم تدخل المنظومة الإدارية ومنظومة تدريب الكوادر البشرية. دي المهمة للجهاز الإداري عموما، وطبعا للمناطق الحساسة اللي زي الجمارك. أنا بشكرك دكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد العام للجمعيات التنمية الاقتصادية، كنت معي عبر الهاتف، ومعي أيضا الآن دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات. دكتور محمد، تحياتي. تحياتي يا فندم ولمشاهدينا الكرام. دكتور محمد، صناعة الملابس كانت من الصناعات الواعدة في مصر، واللي كان ناس كتيرة بتقول ان هي ممكن تنافس وتبقى لينا فيها ميزة نسبية. للأسف القماش نفسه بقى مستورد دلوقتي، وعندنا مشكلة في الصناعة دي، غير طبعا فكرة التهريب اللي بتجيلنا من دول مشهورة بصناعة الملابس زي بنجلاديش وسنغافورة والهند والصين وغيره. أهمية حماية الصناعات المحلية عن طريق الجمارك. ما فيش شك يا فندم، زي ما حضرتك قلت ان صناعه الملابس الجاهزه من الصناعات الواعده ومن الصناعات المهمه جدا في الفتره الحاليه ان احنا بنسعى فيها لتنميه الاقتصاد المصري، وده بيتم من خلال حاجتين مهمين جدا، وهي زياده الصادرات والحد من الواردات على قدر الامكان. فحضرتك بتتكلم على احكام المنافذ الجمركيه عشان نقلل عمليات التهريب. ما فيش شك ان التهريب ده بيضر صناعه الملابس الجاهزه او الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا، وبيفقدنا كمنتجين مصريين عداله المنافسه. اي منتج بيتم تهريبه ما بيسددش عنه الرسوم الجمركيه ولا ضرائب القيمه المضافه، وبالتالي تكلفته بتبقى اقل كتير من تكلفه المنتج اللي احنا بنتكلفها فعليا في مصر. وبناء عليه فعلا احنا ما بنقدرش ننافس المنتج الاجنبي اللي جاي عن طريق التهريب. بس خلينا برضه اكون صريح معاك يا دكتور محمد، خلينا اكون صريح معاك. في ناس كتيره بتقولك ما هو المنتج المصري اصلا كده كده ما لا بيوافق الذوق العام الوقتي، ولا هو بالكواليتي او الجوده اللي زي المنتجات الاجنبيه. طب نعمل ايه؟ طبعا المفهوم ده مفهوم مغلوط بشكل كبير جدا. المنتج المصري النهارده اتطور بشكل يعني فوق ما اي حد متصور. احنا بنواكب كل خطوط الموضه العالميه. بيهمنا في المقام الاول كمنتجين للملابس في مصر ان احنا نرضي ذوق المستهلك بشكل كبير جدا، ونقدم له منتج عالي الجوده، ونقدم له منتج منافس سعريا. نعم نعم. ده كلام خاطئ ومش موجود. نعم. يمكن المستهلك المصري النهارده ابتدت فكرته تتغير بشكل كبير جدا، وابتدى يتجه بشكل عالي لشراء المنتج المصري. طيب انا بشكرك دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على هذه المشاركة. بشكر دكتور فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقاتنا من همزة وصل، اللي دائما بنتحدث في موضوع من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. انتهت حلقة النهاردة، وهذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل: كيف يسهم خفض أسعار الغاز في دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات؟ هذا هو سؤال حلقة غد من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم المختلفة. دائما همزة وصل إي جي هو عنوان الموحد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة النهاردة. بنخليكم تحيات فريق العمل، تحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.